جرحوا لي يدي بالموس ورجليا، والدم اللي كان كيخرج من ايديا كانوا كيخرجوا حشرات من الارض كيشربوا داك الدم. جبد لي البرا وجرح لي، المهم جبد البرا ولا كيبقى لي في راسو كيجبد الدم كيخوي في الطلعة. وسالوني داوني لحموني داولي كاين، ومعرفتش كيفاش قاوني عاودوا لي عائلتي ولا راه صابوا من او داوني المستشفى. بقيت 3 سوايع باش نات هو اللي تيهضروا معايا وتنقراو شي نوع ديال الطاسون ولا شي قران، ويديا كيتجرحوا ليا الدم. توجو بيا المقبرة سيد الكارفور، المهم واحد منهم جبد الموس جرح ليا صباعي وسالو مني. داجو لواحد الدار قرب المقبرة، حاليا في الدار وخايفة حيت انا هاد النهار كنت في الدار ومشيت من الدار تهزيت. هما ملي تيدوني كيقولوا ليا ورينا البلاصة اللي خاصنا نحفرو فيها. الدم اللي كان كيخرج من ايديا كانوا كيخرجوا حشرات من الارض كيشربوا هذاك الدم. جبد لي البرا وجرح ليا، المهم جبد البرا ولا كيبقى ليا في راسو كيجبد الدم في القرعة. Thank you.
the door and fix the pillars.